تم تكريم حوالي 16 طالب من خلال هذه المناسبة، وأيضا تلميذتين مع معلمتهما اللتين قامتا باستظهار القرآن الكريم كله في يوم واحد. وتم أيضا إجراء قرعة تم من خلالها الحصول على 10 عمرات بالنسبة للأئمة، وأيضا عندنا 3 عمرات بالنسبة للطلبة المكرمين بمناسبة المولد النبوي الشريف. الحمد لله فزت في هذه المسابقة التي نظمتها شؤون دينية بالمرتبة الأولى لصغار حفظة القرآن الكريم، والفضل أولا لله وثانيا للمشايخ الذين علمونا وحفظونا القرآن الكريم، ونتمنى في المرة القادمة أن نفوز بمسابقات أكبر من هذه وأفضل وأعلى مراتب. أتقدم بشكر خاص لوالدي الذي تعب على تدريس القرآن الكريم، وعلى والدتي التي شجعتني على ذلك منذ الصغر، وكذلك مشايخ الكرام الذين ساعدوني ووقفوا بجانبي طيلة هذا المشوار. فيا لها من مكانة ومقام كريم، ويا له وما أعظمه من شرف وفوز عظيم.